اليوم يوم خاص في قسم ميلانيزية، عندنا حفل المواهب أو مهرجان المواهب السنوي برعاية ماليزية كريمة. حاول طبعا دائما نستقطب طلابنا ذوي المواهب اللي عندهم تالنتس، وطبعا بشجع الإبداع، بيخدم طلابنا من ناحية اللغة والأدب والفكر والفلسفة والدين والوطن أيضا. يعني عندنا مشاركين من خارج بريطانيا، من لندن ومانشستر أكسفورد. واحد من أدوار المركز الثقافي الماليزي هو رعاية الأعمال الثقافية والمسابقات وكل الأمور التي لها علاقة في الثقافة والتراث الفلسطيني، لتعزيز ودعم المواهب ودعم جميع المبادرات والأشخاص المبادرين الذين لديهم هدف الارتقاء بالثقافة الفلسطينية والفن الفلسطيني. جاء دور المركز الثقافي الماليزي برعاية فعالية العروض الثقافية لقسم اللغة الإنجليزية، لمواهب قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية. ثلاث مسرحيات حالياً، الأولى بتتحدث عن الاحترام والتقدير، وهذه الفعالية بإذن الله هي حاضنة للقوات اللي هو والطاقات طلاب من الجامعة الإسلامية بإذن رب العباد.